شو قالوا لك هن؟ هن في هلا 15 واحد بدهم طلبات اشتراك. 15 والله هاي فوقاني كله بده كلهم بدهم؟ كلهم بدهم. منيح الحمد لله. بس نعمة كريم الكابل ما بيحمل. ايه بتبوش هيدي بتحترق. هلا من الله هلا بغيروا لك. هلا من الله نبعت الولد خلي يغير الكابل خلي نصحه شوي. لانه هي من الأمية طالعة كل القصة. ما بدنا تفلط الزمام الأمور من بين أيدينا بتعملنا مشكلة. شو بدي يفلط؟ زمام الأمور دخيل زمامك. بدي مشان الشركة. ولا يهمك خلا أنا بزبطها. هات لنشوفها عم بدق التليفون. ألو أهلين حجة. أهلين طول عمري. إيه يلا بدك كهرباء؟ يلا هلا ببعث لك الولد اللي عندي بكره بكره. ما لا بكره هلا الحجي بدك كهرباء الليل. هلا ببعث لك شي نص ساعة بيوصل الولد لعندي. هلا صولع نص ساعة بتكون الكهرباء شغالة عندي. ولا يمي تكرم عينك ولو كم حجي عنا. الله معك تسلمي. بس يجي الولد ويركب لك حاصبي دغري. نعم دغري صارت كهرباء عندي. نعم ناخذ سلف هان. قالوا لي ما صدقت. قالوا لي انك شو هيدا؟ لا صدق كل شيء كذب. لا قالوا لي انك عم تشتغل بالحلال. ما يا بزر ما انا عبيت فريد الري. شو ما انت شو قالوا لك؟ مش انت اللي عم تشتغل بالكهرباء؟ بلا انا. مش انت اللي عم تمد والعالم عم تشترك عندك؟ بلا انا. يعني عم تشتغل بالحلال؟ لا بلا انا انا هادي انا انا يعني كل الخزعبلات فريد الري ترك كل شيء احصني وما احصني وسبق كل شيء ملالنا يا عبيت وماشي برافو عليك. الحمد لله الحمد لله. هيدا الخيل ما خيل الصبا الخيل انا مالي فيه. برافو عليك. وانت شو بدك بالاخر انت اللي بتكسب طبعا هيدا من زمان. لك كيف هالفكره اجت معك انت؟ كيف طلعت هالفكره معك؟ الفكره ما طلعت معي عباس. مع مين طلعت؟ مع شنط شنطه. يا حبيبي خبره لعباس كيف طلعت معك الفكره. خبره هات لشو. كنت قاعد بالاسطبل. ايه قشطه المورينا من سقف الاسطبل. ايه اجت على نص دين سلسله الظهره وصحقتك صحة. لك شو عرفها؟ لك يا خي ما انت في غير هذا الخبريه بتخبرها على طول. ايه وطلعت الفكره وقتها. طلعت وقت الفكره. كم مشترك عندك انت فريق؟ عندنا كتار عباس. عندنا شي 55 مشترك. 55 عم تاخذ قد ايه عم تاخذ على الخمسه امبير؟ $100 $100 55 امبير 5500 دولار بالشهر. الحمد لله برافو عليك. الحمد لله مثل ما بقول المثل يا عباس برافو. لا تنشر غسيلك الوسخ يطلع ابنك احول. شو هالمثل هذا؟ مين قايله هذا؟ ايه ماشي هلا بدك تكب امثال مثل لا تمشي بين الامور تقول ظهري عم بيوجعني. لا تمشي بين الامور وتشوف منامات وحشه. ايه شو مش ظهري عم يوجعني. ايه المهم لاحظ كيف عليك بايدنا بيطلع العصفور على الشجره. ليك في بيحكيها بطريقه لا بقول اسم الله ولا يخزي العين. ليه ما بتسمي؟ ليه ما بتسمي؟ والله من قلبي وربي اسم الله عليك يا فريد. انت ايش فيني اسالك سؤال؟ تفضل. ليه ما بتسمي؟ ليه ما بتسمي؟ لك يا خي ما شاء الله عليك انت وياه شو اشبكم؟ ان شاء الله اللي بيصيبكم بالعين بينصابوا بعشرة. بعدين هيدا طلع بيعرف يعني شو خصه بالكهرباء هيدا. نعم عباس لك وين بعده انت مستعونه مستوطي له حيطه للشنطه. ما مستوطي له حيطه. لا هيدا الشنطه ما جاي من ورا البار. نعم منين جايه؟ هيدا جاي عباس هيدا خريج جامعه البي او سي. بقوسي بقوسي ها بقوسي هذا بقوسي الجامعة. ايه هو خرج علوم كهرباء. انت عامل كهرباء؟ علوم عباس. شو مختص؟ 110 و220 شتان معه 110 و220 هذا ليت مختص بالكهرباء 110 و220. هلا بده يتخصص بالهيدي بالشهادة الكبيرة العليا بال 25000 فولت. تفضل. اهلا والله الله يوفقكم فريد. اهلين صباحك. اهلين ضوينا بيوتنا يا مشعشعنا الحاره كلها. الله يخليك. شفت كيف يا عباس؟ الله يطول عمرك. بدي بس طلب منك صغير. قول يا حبيبي. انا اخذ 5 امبير بدي ازيدهم يصيروا 10. حلو تكرم عينك. حلو تكرم عينك. شو عم نفكر اسم فريد؟ شو هيدا حبيب قلبي؟ وهودي سلف على الشهر والله يخلينا اياك يا رب. لحظه بدي اسوي لك فاتوره فيهم احلى ما تقول احلى ما تقول انه احنا بناكل اصحاب ذمه. اصحاب ذمه طبعا. هيدي 150 الف ليره. ما عم صدق ما عم صدق. ميشيل تكرم عينك. طولنا بعمرك طولنا بعمرك. الكهرباء منيحه ايه عم تيجي دائما؟ ما بتنقطع الكهرباء ابدا يا عم. عزيزي يا حبيبي هلا انت بس تصير بالبيت بتكون الكهرباء صارت عندك. الله يطول بعمرك. 20 10 امبير.
20 10 امبير بصير عنده. يا عيني عليك يا عيني عليك. انت كيف الكهرباء عندك عباس؟ عم تجي الكهرباء؟ انا ما بتقطع عندي فريد، ما انت بتعرف انا منطقتي ساكن فيها وزير. ما بتقطع عندك؟ الكهرباء على طول جاي هون. شفت كيف ناس بسمنه وناس بزيت؟ شغله ما بتشوف. عباس بسمنه والعالم كلياتها بزيت. لك حاجه بس وتحط هونيك ان شاء الله انت منيح عم تفرج هموم الناس اللي بزيت. شو هذا؟ هيدا غلت اليوم عباس. روح الله يوفقك يا فريد. يا ابن عمي ابو رياض ويفتحها بوجهك انت وشناطفي. كيف ما برمتوا وجهكم؟ الله يخليك يا عيني، بتستاهل كل خير. شكرا. يلا يلا. صباح الخير. اهلا صباح النور استاذ عباس شاهين. اي نعم. في هذه الفاتوره من معروف الكهرباء. ايه اهلا وسهلا فيك. شو هذا؟ فاتوره كهرباء. ايه بس شو هذا؟ 3 مليون و600 ألف؟ 3 مليون و600 ألف صح. في شي غلط؟ بتكون صارفهم عندي. يا اخي شو صارف 3 مليون و600 ألف؟ انا اتخن فاتوره بتجي عندي 27 ألف بالشهر. بدك تراجع الشركه. لك اي بدي راجع الشركه؟ عم بقول لك في شي غلط العمى. انت ما على اساس انه انت بتفهم بعلوم الكهرباء ودارس بالبي او سي؟ صح. قلت بلك الساعك فعم تركض راكض على بركه. شو هلا فعلينا؟ ما راح نخليه يشوفها هلا بنحط لها شرطه طوني هون. بالبطن بعدين سكر عليها هيد، ما حدا بشوفها. اولك؟ اكيد. طيب يلا معك حق، هلا بنظبطها لك. اوعى. شو هذا؟ اهلين عباس. اهلين فريد. شو جابك؟ اهلين. ما فيك تتواجد هون. شو عم تعمل؟ هيدي المنطقه خطره كلياتها كهرباء. لك اي خطره؟ طلع علي 3 مليون و600 ألف تقول لي كهرباء خطره؟ زي حياتنا. شو خطر العم على هالقصة؟ شو بعزقجة؟ لك شو بعزقجة؟ ماني بعزق ولا شيء، أنا أطخن فاتورة بتطلع عندي 20-30 ألف. عشو طالع 3 مليون و600؟ ما عم بفهم. ما بعرف. ما بتعرف إيه؟ لا والله ما بعرف، ما خصني أنا. ما خصك أنت؟ هلا مين هذا الشريط هذا؟ هذا الشريط لمين؟ هذا الشريط ممدود لعند الحجة ملتقى. لعند الحجة ملتقى؟ إيه. هذا أنت مادو من عند الحجة ملتقى؟ هات لألحقه. ما فيك تلحقه. لا شو هذا؟ هذا جاي على ساعتي. هول الشريط لمين؟ هول كله من الصفر والحمار. هول اشتراكات تاعولنا. حاططهم على ساعتي؟ العم لك كيف عم تغزو الغزل؟ ما قلت لك لازم تقطعها. عم تغزو الغزل؟ عم تفتو الفتل. ايه لكن ما تكون مدور شوفاج او دفاية او شيء. اي شوفاج او دفاية ان شاء الله بدي ولع 100 شوفاج ودفاية. انا ما بيطلع علي كهرباء. هيدا اجي الحق عليك طلع هلا. ما خصني انا يا عباس. لك مش انت اللي عامل اشتراكات للبناء للمنطقه؟ بلا خلي العالم تسترزق تشوف تشوف نور ربها. عال ومش عم تقبض انت 100 دولار على كل امب 5 امبير؟ بلا انا. يعني معناته انت اللي باليني هيدي البلوه 3 مليون و600. ما خصني انا. بتعمل لي فيها انا لا تمد ايدك على جيبتي. بدك تدفع هلا 3 مليون و600 ألف. ايدك من جيبتي لا تمد ايدك على رزقة غيرك. لك اي مد ايدك؟ لك حمد ايدي عليك ولك فريد انا؟ استرجي مد بتشكي عليك عند الدرك. ليش ما بتتشكي علي وبالفني وليه؟ انا بالفك؟ لك يا الله. لك يا الله شو بدي اعمل معه لهيدا الزلمه؟ انت كمان صحتك مريعه صحه؟ انا ما خصني فيها القصه، هو عم بيقنع. قلت له الخطه الاساسيه بس مش عارفين وين بدنا نصير. دارس البقوسي؟ قلت لي ايه. لحظه ليك شنطوف. ايه حبيبي. انت ما زال الكبل معك؟ ايه. فرد مره انت عندك ديش؟ عم تدلعه شنطوف؟ ايه. ايه عندي ديش. شو بدك فيه؟ بركي بنمد فرد مره لعندك نعطي ديش للعالم. لك اي ديش؟ لك هش انت ويا من هون. عباس فريد عندك محطات ازميز؟ حاش تحكي عم تشوف فيني هلا يمين شمال؟ نقبر الفار. لك ما بدي اقبر الفار، بدي اقبرك انت وياه. والله ما راح اتشكى عليك الا للمقبره. هلا افرجيك عم تسرق كهرباء يا سراق يا كهرباء. الله لا يوفقك. كيف ما برمت وجهك؟ يا عيب الشوم عليك، عم تنعتني بهالصفات اللي ما حلوه. عم تنعتني؟ ماشي لعلك شو بدنا فيه؟ بنركبها على الديش. حلوه الفكره. نقبر الفار. لك يخرب بيتك.